استقبال قوافل الإغاثة الدولية وقوافل المساعدات المصرية لصالح غزة بيتم استقبالها من جانب الهلال الأحمر بشمال سيناء. والحقيقة الهلال الأحمر عامل دور عظيم جدا وإنساني جدا، وهو دوره في الأزمات اللي بتحصل دايما أو في أوقات الحروب. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر ونشاط الهلال الأحمر في شمال سيناء مع الدكتور رائد عبد الناصر، الأمين العام للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك. بداية دكتور، لو اتكلمنا عن المساعدات اللي وصلت لغاية دلوقتي لأهلنا في غزة، أبرز الدول اللي ساهمت في إرسال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، أبرز الحاجات اللي كانت الأهالي محتاجاها إيه هي؟ هو بالنسبة لأبرز الدول اللي جابت مساعدات، طبعا في دول كتير منها دول عربية زي تونس، الإمارات، قطر، في تركيا، في منظمة الصحة العالمية طبعا جابت برضو بجانب الدول، في باكستان، في الهند، امبارح الجزائر كانت جايبة طيارتين، بالإضافة لكده التحالف الوطني وحياة كريمة جايبين مساعدات بلغت يمكن 146 تريلا. الهلال الأحمر المصري طبعا بيشارك برضو بمساعدات بلغت إلى الآن 80 أو دخلت على 90 شاحنة جاية من مختلف المحافظات ومن محافظات تانية، من دول تانية كمان بري. فيعني في ملحمة وتكاتف كبير لإيصال المساعدات لغزة، مش من بس من دول عربية ولا حتى من دول أوروبية، لكن أيضا من داخل مصر في منظمات مجتمع مدني كتير وأحزاب سياسية بتحاول إن هي تشارك إيصال تلك المساعدات لغزة عن طريق الهلال الأحمر. حضرتك يعني حابين نعرف ابرز المحتويات اللي اشتملتها هذه المساعدات، طبعا الاولويه القصوى اللي احنا يعني بنشوفها وبيحتاجينها اهلنا في غزه هي المستلزمات الطبيه الخاصه بالمستشفيات، اللي للاسف الشديد يعني اغلب المستشفيات في قطاع غزه خارج الخدمه الان. لو حابين من حضرتك تقول لنا ايه هي الاولويات الخاصه بادخال هذه المساعدات. هو اغلب او يعني بالتواصل مع الهلال الاحمر الفلسطيني مع الهلال الاحمر المصري كان الطلب الاساسي على الادويه والمستلزمات الطبيه في الاساس، يعني هو المشكله طبعا بتعانيها المستشفيات في قطاع غزه وغياب ونقص المستلزمات الطبيه والادويه، فكان هو الطلب هو ادخال الادويه. فكان ال 20 شاحنه اللي دخلوا في الاول كانت عباره عن ادويه ومستلزمات طبيه، وامبارح الحمد لله تم بمختلف اشكالها يا فندم. يعني برضو عشان نوضح الصوره اكتر، المستلزمات الطبيه دي شملت ايه؟ يعني لان ايه اللي ناقص تحديدا في الجانب الفلسطيني او الهلال الاحمر الفلسطيني طلبه يبقى متوفر وموجود؟ هو يعني انا مش حافظ معظم الادويه بس اسماء الادويه، بس هي ادويه خاصه بالمسكنات وادويه ايقاف النزيف وادويه المحاليل سواء كانت رينجر او المحاليل السكريه وما الى ذلك، يعني هو ده المقصود بكلمة الأدوية. يعني معروف إن القطاع الطبي بيتداعى. اتفضل. برضو كان بالإضافة لكده حليب الأطفال وحاجات خاصة بالستات الحوامل وما إلى ذلك برضو تم كله إدخال في القافلة الأولى، والقافلة الثانية أيضا شملت ذلك بالإضافة إلى بعض يعني تم إضافة مواد غذائية للقافلة الثانية اللي تم تسليمها. نعم، معروف ان القطاع الطبي في غزه بيتداعى وان في مشكله كبيره في المستهلكات الطبيه، خصوصا ان المستشفيات نفسها لم تعد امنه. احنا بنشوف القصف اللي بيحصل في محيط المستشفيات طبعا بعد القصف الهمجي اللي حصل في مستشفى المعمداني. احنا دلوقتي على وجه السرعه محتاجين ايه تاني يدخل غير اللي دخل علشان يقدر يساعد شويه، لان احنا عارفين ان يعني تم السماح بدخول لغايه دلوقتي مرتين او تم فتح المعبر مرتين لدخول المستلزمات، ولكن ما زال هناك قوافل بتجهز من قبل الدوله المصريه. بص يا فندم، معقول حضرتك على حاجه من بدايه الازمه؟ احنا محتاجين الصوت يكون اعلى يا دكتور بعد اذنك. بتتعامل مع الموضوع بحكمه ورؤيه جميله. الهلال الاحمر المصري احد اذرع الدوله الرئيسيه اللي بتعتمد عليها في مواجهه الازمات والكوارث، وكان في غرفه عمليات مشكله من الدكتور رام الناظر مدير التنفيذي للهلال الاحمر مع مجلس الاداره في محافظه جمعيه الهلال الاحمر، واستنفار لجميع الفرق اللي موجوده علشان خاطر نستقبل المساعدات بالضبط العالقين. واحنا كان حضرتك مش شايفين الصور دي؟ نوم قطاع غزه.
دلوقتي صف كامل لعمليات الشبكه سيئه يا دكتور من فضلك ساعدنا اكتر. الشبكه سيئه يا دكتور من فضلك لو الصوت يبقى اوضح وحضرتك تقف في مكان الشبكه فيه تكون اوضح. في اصطفاف كامل لعربيات او شاحنات وتريلات محمله بالمساعدات على امتداد الطريق اللي بيودي الى معبر رفح في الشيخ زويد وصولا الى رفح من العريش وصولا للشيخ زويد لرفح. عربيات لا يمكن عدها، عربيات لا يمكن حصرها، العربيات دي واقفه في اصطفاف لحين فتح المعبر. كل ما بيتم التنسيق بين القياده السياسيه المصريه والجانب الاخر بيتم ادخال عدد من الشحنات. الاصطفاف ده اصطفاف لا ينمط، يعني الاصطفاف ده بسبب المساعدات اللي بتقدمها الدوله المصريه وبسبب المساعدات اللي موجوده وبتيجي من الدول الخارجيه. انا عايز اقول لحضرتك امبارح كان مطار العريش طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى الاذن لفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات، كان في اكثر من لغايه الساعه 4 الفجر وشباب الهلال وطيارات من الهند وباكستان وتركيا والجزائر، كان في طيارتين امبارح من الجزائر. فالقصد ان انا اقول لحضرتك ان المساعدات موجوده بشكل كبير وقوي، الاختطاف موجود ومستمر. يعني احنا شايفين مع حضرتك دلوقتي على الهواء صور من مطار العريش، يعني احنا شايفين طبعا مطارات من دول عديده جدا. ايه ابرز الدول اللي ارسلت حتى الان مساعدات الى مطار العريش والصوره دلوقتي واضحه قدامنا زي ما احنا شايفين؟ تونس، الجزائر، الامارات، في منظمات دوليه في الامارات، تركيا، روسيا، الهند، باكستان، دول كتير جدا يعني ارسلت مساعدات، ارسلت طيارتين برضه، يعني مش ما فيش دولة واحدة بس. البرازيل أرسلت، فنزويلا أرسلت، يعني دول كتير شاركت في عملية المساعدات ولسه برضه بتتوافد المساعدات يعني. طيب الخطوة القادمة هتكون إيه؟ يعني إحنا دلوقتي حضرتك قلت إن هناك اصطفاف من العربيات المحملة بمختلف المواد الإغاثية، لكن خطوتنا القادمة هتكون إيه إن شاء الله؟ والله يا فندم احنا اعتمدنا على الله ثم على قيادتنا السياسيه في ان هي تفتح او تدير الازمه، اللي بتدير الازمه بشكل قوي وبشكل جميل. طبعا محدش كان متوقع ان في 20 شاحنه تعدي، يعني ايام ما كان حصل التبادل بتاع الاسرى كانوا اقصى حاجه قالوا ان هي هتعدي شاحنتين، لكن القياده السياسيه المصريه ادخلت 20 شاحنه، قالوا خلاص الدنيا هتقفل ومفيش شاحنات ثانيه هتدخل. ثاني يوم على طول اتباعهم ب 15 شاحنه، ان شاء الله باذن الله نسمع ثاني بسبب الضغط اللي بتعمله القياده المصريه، لان حضرتك عارفه يعني ان القضيه الفلسطينيه من القضايا الاولى اللي بتهتم بيها مصر، ومن القضايا الاولى اللي مصر دايما بتحاول ان هي تحلها وتساعد اهالينا في غزه قدر الامكان. فاحنا ان شاء الله يعني منتظرين اوامر قيادتنا السياسيه علشان خاطر ندخل، احنا جاهزين، الهلال الاحمر المصري جاهز علشان خاطر يمد ايد العون لاهالينا في غزه. المشهد اللي احنا شايفينه ده يا دكتور بطل اساسي فيه هو المتطوعين اللي احنا بنشوفهم، وكان معانا من شويه هيام احدى المتطوعات واتكلمت على تجربتها الخاصه في التطوع وتقديم المساعدات الانسانيه. حابين نتكلم اكتر عن البطولات اللي بيقدمها المتطوعون في ادخال يعني المساعدات الانسانيه والاغاثيه ودخول الشاحنات معبر رفح. هقول لحضرتك على حاجة بسيطة كده حصلت في بداية دخول الشاحنات اللي هي كانت 106 شاحنة، أول شاحنات جت من التحالف الوطني وحياة كريمة. الشاحنات دي لما كانت محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية المفروض إن بتبقى محملة بستاندرد معين محطوط على باليتات وخشب من ومتفين عشان يشيلها وفي الناحية الثانية برضو يكون عملية الإنزال سهلة وبسيطة. معظم العربيات دي ما كانش فيها الكلام ده، كان في حالة استنفار رهيبة حصلت في ظرف يوم ونص أو يومين. ثلاث أرباع المتطوعين كانوا قاعدين بيقوموا المهمة اللي بيقوم بيها المفروض يعني مطارات على مستوى قوي وعلى مستوى شباب ما عندهاش خبرة في العملية دي، فضلوا يعملوا في الحاجة دي، اكتسبوا الخبرة في يوم ونص. اكتسبوا كمان يا دكتور المهارة، يعني الظرف اللي يعني احنا فيه والإنسان ده خلاهم يكتسبوا مهارة جديدة. تخيل حضرتك مش هتتخيل كم، تخيل تريلا كاملة مثلا لما تنزل شباب ينزلوها ويعملوا يطبقوا المواصفات بتاعة الدخول أو للناحية الثانية. بالإضافة لكده بعض الطيارات اللي بتيجي، يعني الطيارات اللي جت من الهند وباكستان وروسيا
برضو نفس الموضوع، الطيارة تخيل لما تفضي 28 طن ولما تفضي 30 طن يدويا، ليس بدون يعني المجهود اللي بيبذله، يعني ما فيش حقيقي ما فيش كلام يقدر يوصف المجهود اللي بيعمله المتطوعين في عمليات ادخال المساعدات، في عمليات فرز المساعدات وتصنيفها، في تخزين المساعدات. يعني حقيقي كل التحيه والتقدير لكل المتطوعين المشاركين، سواء كانوا من الهلال الاحمر، سواء كانوا من حياه كريمه، من التحالف الوطني، من اي منظمه بتحاول ان هي تقدم العون لاهالينا في غزه. احنا بنحييهم كل كلمات التحيه طبعا، مش هتفي حقهم، والاعمال اللي بيعملوها على الارض هم يعني ابطال حقيقيين وبيعملوا عمل انساني عظيم في لحظه مهمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا دكتور رائد عبد الناصر الامين العام للهلال الاحمر المصري في شمال سيناء. فعلا منا زي ما دكتور عبد الناصر قال لنا، الشباب بيديروا مطار كامل، بيقدموا المساعدات، بيعملوا تسهيلات على الارض، بيحاولوا ييسروا الامور طبعا، وخبره مش مكتسبه قبل كده، هو الظرف اللي هم فيه دلوقتي خلاهم يشتغلوا بشكل مختلف وبخبرات كمان مختلفه. الايمان بالشباب ده واحد من اهم الحاجات اللي اشتغلت عليها الدوله المصريه في السنين اللي فاتت. الشباب ما كانش هيبقى عندها القدره على المبادره، وما كانش هيبقى عندها المبادره اصلا او الاحساس باهميه اللي هي بتعمله، لو ما كانتش حست انها على مدار السنين اللي فاتت ابتدت تاخد حقها وبشده، وان بقى فيه ثقه كبيره جدا فيها.